لنأخذ بعضا من السيناريوهات التي تتضمن الإزاحة وسرعة وزمن أو المسافة أو معدل السرعة وزمن. لدينا هنا يجري حسن بسرعة ثابتة مقدارها 3 متر لكل ثانية باتجاه الشرق. هذه عبارة عن مراجعة، هذه كمية متجهة تحدد بمقدار واتجاه. 3 متر لكل ثانية هو المقدار، والتحرك شرقا هو الاتجاه. ما المدة الزمنية التي يحتاجها ليقطع مسافة 720 متر؟ ربما كان من الأفضل لو كان السؤال كم الزمن الذي سيستغرقه ليكمل 720 متر باتجاه الشرق؟ لنحرص على أن يكون كلامي واضحا، لأن الإزاحة كمية متجهة تختلف عن المسافة، وسنحلها بطريقتين. إذا نظرنا لها قياسيا، قلنا سابقا أن معدل السرعة يساوي المسافة المقطوعة على الزمن. في بعض الأحيان يكتب البعض مثلثا أو دلتا لتنويه عن التغير في الزمن. إذا معدل السرعة يساوي المسافة مقسومة على الزمن. المعطى في المسألة هو المعدل. إذا فكرنا في الجزء القياسي منها فإن المعطى هو المعدل. المسألة تعطينا 3 متر لكل ثانية، كما أنها تخبرنا بالمسافة. لنقوم بحساب الزمن إذن، إن المسافة تساوي 720 متر. إنما يتوجب علينا حساب الزمن بما أننا ننظر للجزء القياسي فقط ولسنا نتعامل مع السرعة المتجهة والإزاحة، نحن نتعامل مع معدل السرعة والمسافة. لدينا هي 720. 720 متر مقسومة على التغير في الزمن، ويمكننا حلها جبريا، نضرب الطرفين بالزمن. ونحلها خطوة بخطوة. 3 متر لكل ثانية مضروبة في الزمن تساوي 720 متر. تساوي 720 متر. وهذا منطقي من ناحية الوحدات، لأن الثواني ستلغى مع الثواني، ويبقى لدينا وحدة المتر. لذا إذا أردت أن تحل بالنسبة للزمن، بإمكانك قسمة الطرفين على 3 متر لكل ثانية، وفي الطرف الأيسر تلغى 3 متر لكل ثانية مع 3 متر لكل ثانية. أما الطرف الأيمن فيساوي 720 تقسيم 3 ضرب متر، وهنا يبقى متر لكل ثانية في المقام. إذا أردت نقلها للبسط عليك أن تقلبها فقط. متر تقسيم متر لكل ثانية هو نفس الشيء إذا ضربت ب 720 متر لكل ثانية،
وما ستحصل عليه هو سبعمائة وعشرون مقسوم على ثلاث. وهذا يساوي 240. ثانية هي الوحدة المتبقية. لدينا زمن فقط، لذا فإن الزمن يساوي 240 ثانية. أريدك أن تفهم شيئا واحدا ونحن نكمل هذه المرحلة، هو أن كل هذه الصيغ هي تلاعبات جبرية لبعضها، وليس عليك حفظ صيغة محددة على الدوام، مجرد تلاعب بالصيغ للحصول على ما تريد، بل إن بعض الصيغ منطقي للغاية. ومن الأمور المنطقية للغاية كمعدل السرعة يساوي المسافة على الزمن، ومن ثم التلاعب للحصول على المطلوب. مثلا بضرب طرفي المعادلة بالزمن هنا، الضرب بهذه سوف تحصل على المسافة. المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن، وهذا شكل آخر للمعادلة، معادلة الحركة. المسافة تساوي حاصل ضرب السرعة في الزمن. وإذا أردت حساب الزمن نقوم بقسمة طرفي المعادلة على السرعة، وسوف تحصل على المسافة مقسومة على السرعة وتعطي الزمن، وهذا ما قلناه سابقا. المسافة مقسومة على السرعة يعطي الزمن، حيث أن لدينا مسافة 720، وبقسمة 720 على 3 أوجدنا هذا. وإذا أردت أن تتعامل مع كمية متجهة فإن هذا النموذج سيبدو مختلفا، وسنتعامل مع الاتجاه الحقيقي. نحن نعلم السرعة، وهذه هي كمية متجهة، لذا نضع سهم بالأعلى أي الفيلوسيتي. السرعة نفس الإزاحة، هي كمية متجهة، دعني أمثل الإزاحة لنستخدم الرمز S للإزاحة، لأن دي تستخدم في التفاضل والتكامل لتعبر عن المشتقات، لذا نستخدم S بدل من دي للإزاحة. هذه هي الإزاحة، أي ما يعرف بـ displacement. تستطيع أن تستخدم أي حرف، لكن هنا دعنا نتفق على استخدام S، حيث أن الإزاحة مقسومة على الزمن. الإزاحة مقسومة على الزمن، وأحيانا الإزاحة مقسومة على التغير في الزمن، وحقيقة هذا أكثر صحة، لكن سنستخدم هذه، وهي مكتوبة بمعظم كتب الفيزياء. ومرة أخرى، إذا أردت حساب الزمن يمكن ضرب طرفي المعادلة بالزمن، وسوف تحصل على سوف تلغى هذه، ويبقى هذا الشكل من المعادلة. سوف تحصل على الإزاحة تساوي سأكتب هذه هنا، السرعة ضرب التغير في الزمن. وإذا أردت أن تحل باستخدام الزمن سوف تقسم طرفي المعادلة على السرعة V، أي على الفيلوسيتي، وهذا يعطيك الزمن يساوي الإزاحة على السرعة. الإزاحة مقسومة على السرعة، حيث أن الإزاحة تساوي 720 متر باتجاه الشرق. في هذه الحالة الزمن يساوي 720 باتجاه الشرق،
هي الإزاحة، ونريد أن نقسمها على السرعة، السرعة المعطى والتي تساوي 3 متر لكل ثانية باتجاه الشرق، 3 متر لكل ثانية باتجاه الشرق. ومرة أخرى، 720 مقسوم على 3 سوف يعطي 240. ولديك متر مقسوم على متر لكل ثانية، بقلبها تصبح ثانية لكل متر ضرب متر، هذه تلغي بعضها وتعطيك فقط الثانية. وسوف أعطيك في آخر مسألة، المتجه سيكون للشمال بدل الشرق، وسوف نذهب إلى مسائل أكثر تعقيداً، سوف تشاهدها في كتب الفيزياء. لنفرض أن لدينا اتجاه موجب، سوف نتحدث عن بعد واحد، ومن ثم سوف نتحدث لاحقا عن الحركة في بعدين أو ثلاثة أبعاد، لنعقد اتفاقا أن الموجب يعني ربما تتحرك باتجاه الشرق، والسالب باتجاه الغرب، وهذا يتفق مع الرياضيات. الرياضيات تجعل المسائل أوضح، هذا سيكون موجب 720، وهذا سيكون موجب 3 متر لكل ثانية. إذا كانت موجبة ستكون للشرق، وإذا كانت سالبة ستكون للغرب، ويمكننا فرض موجب للأعلى وسالب للأسفل. هناك طرق مختلفة عند التحدث عن الحركة في بعد واحد.